طبعا تفاصيل أكثر عن هذه الزيارات نتعرف عليها ويا ضيفنا عبر الهاتف من مديرية المرور والدوريات في شرطة أبو ظبي الرائد أحمد عبد الله المهيري. يا مساء الخير ومرحبا بك. مرحبا يا مساء النور يا حيوم الله. الله يحييك. حياك الله. طبعا في البداية أكيد نشكركم على هذه المبادرات المهمة اللي تسوونها، لكن نبغى نعرف أكثر تفاصيل حول هذه الزيارات الميدانية للمدارس وشو سببها. في البداية نشكركم على الاستضافة في هذا البرنامج الجميل اللي يقدم برامج ممتعة ومفيدة للمجتمع في جميع المواضيع، ونتمنى لكم التوفيق الدائم يا رب. الله يسلمك وإياك يا رب. طبعا مديرة الأمور الدوريات في القيادة العام في أبو ظبي نفذت زيارات ميدانية توعوية للمدارس بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة الزايد العليا لأصحاب الهمم وشركة الإمارات لتعليم القيادة، وذلك ضمن خطتها العام الدراسي الجديد، طبعا في اطار حمله وزاره الداخليه تحت شعار ابناؤنا امانه. جميل. طبعا اكيد هذه الزيارات ما كانت عن فراغ، شو اهميه هذه الزيارات وكيف تنعكس بشكل ايجابي على الطلاب واكيد الكوادر التعليميه اللي في هذه المدارس؟ طبعا تضمنت الزيارات تهنئه الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، وتم عقد محاضرات حول الطريقه الامنه للصعود الحافله والنزول من الحافله المدرسيه، وطبعا العبور الامن من الاماكن المخصصه، وتم عقد ورش توعويه عن السلامه المروريه لطلاب المدارس، وتم توزيع الهدايا التحفيزيه على الطلبه لتعزيز الالتزام لطلاب المدارس وتحفيزهم الدائم على الالتزام بقوانين السير والمرور دائما. نعم جميل. بالنسبه لهذه المحاضرات اللي قمتوا بها، كيف كان تفاعل الطلاب وياكم؟ طبعا في البدايه المحاضرات تضمنت محاضرات غرس الوعي المروري للطلاب، طبعا المواضيع اللي ذكرناها الصعود الامن ونزول من الحافله المدرسيه والعبور الامن واهميه ربط حزام الامان داخل الحافله المدرسيه والالتزام بتعليمات المشرفه داخل الحافله المدرسيه، وطبعا احنا يعني لازم يكون في تفاعل من الطلاب، التفاعل كيف يكون؟ تحبيب الطلاب بالقوانين، نغرسهم مثلا توزيع الهدايا، نعملهم مسابقات مروريه، نحفز الطالب على الالتزام بتوزيع نفس ما قلنا ذكرنا سابقا، توزيع الهدايا، تحفيز الطالب بالتعاون مع طبعا المدرسه اللي هي دائما متعاونين في هذا الموضوع، ودائما احنا نحفز الطلاب خاصه لفئه الاعمار الصغيره الاماكن المسموح اللعب فيها والغير مسموح اللعب فيها لتجنب مخاطر الحوادث الدهس لا سمح الله. نعم. جميل جدا. طبعا اكيد هذه المبادرات طيبه ونحن سعيدين ان نسمع عنها واكيد سعيدين نغطيها، لكن هل ستستمر هذه المبادرات طيله العام الدراسي ولا فقط اكتفيتوا في هذه المبادرات؟ نعم المبادرات والزيارات مستمره ضمن خطه المديريه في تعزيز مسؤولية جميع الأطراف في منظومة السلامة المرورية على الطرق، ودائما نحن نقوم بنشر ثقافة الالتزام بقوانين السير وأنظمة السير والمرور وتكثيف الجهود المبذولة هذه لتعزيز وعي أولياء الأمور وسلامة الطلبة لحمايتهم من الحوادث المرورية، ودائما نحن بالنسبة لموضوع التوعية المرورية هذه احنا دائما نقول حق الطلاب وخاصة أولياء الأمور لابد أن تنتبهون على طلابكم والتفكير فيما الخطر، يعني طبعا احنا التوعية المرورية موجودة والقوانين موجودة، ولكن إذا الشخص فكر في الخطر اللي بعد ارتكاب المخالفة سواء حادث مرور لا سمح الله وفاة، هني بيصير غرس وعي الالتزام بقانون السير والمرور. نعم بالتأكيد. طبعا نحن عندنا أيضا أولياء الأمور ممكن يالسين يتابعونا الحين، نبقى منك بعض النصائح ممكن أن تخبرهم عنها. نصائح لابد أن أولياء الأمور ينصحون الطلاب أو عيالهم بالالتزام بقانون سير المرور نفس ما ذكرنا سابقا لتجنب الحوادث المرورية، ونتمنى السلام للجميع ومشكورين على هذه الاستضافة الجميلة منكم. الله يعطيك العافية. طبعا كل الشكر لك وعساكم على القوة. طبعا الرائد أحمد عبد الله المهيري من مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، شكرا لك على هذه المعلومات الجميلة. يعطيكم العافية. يا مرحبا، موفقين خير إن شاء الله. الله يسلمك، يعطيك العافية.